عسامة سي طارق. عسامة سي طارق اليوم 1 مايو ذكرى الاحتفال العالمي للشغالين، علاش ما هبطش وما استندش المسيرة اللي جرات في نهج الحبيب بورقيبة؟ أولا النارين هذوما فقط اللي فما 5000 بورقيبة في البلاد، كل واحد يعطي في مداردو كوشي بو باغ تيغ إذا كان ضربوكم، احنا باش نعملوا هكا. فما ناس يسخلوها لعبة ويلعبوا بالشعب ويظن عواطفهم باهية، يبدا في الليل يبدا يضرب على الانترنت ويرقد ما تبعش ما بعدش وشمم خسرة. واليوم عندي تأكيد شجرة حضب حضب، الشعب يريد ضد المديونية، الشعب يريد فلسطين، الشعب يريد الشغالين، أمور جوفاء كيف اللي فكروني فرد أولاد صغار تهبطهم بيتزا وطن. الشعب يريد، والشعب يريد بيتزا وشامبينيون، والشعب يريد بيتزا سلامي هبطت النهضة، الشعب يريد ما يريد الشعب وبلعته. ولكن ما بطش إذا كان جات مظاهرة صحيح، ديما نقول من 14 جانفي من قبل 14 جانفي وقت الناس كل تونس كل تبع فيه على الانترنت قل لهم طالبوا بحاجة أنا معاكم، أما الفساد الطرابلسية يوم بعد لالي بن علي يوم بعد باهي نهبط ليه للنهضة يوم بعد نجيبوا الحامدي تيم بعد بن علي جبنا للنهضة نجيبوا هم على هم ما نهبطش. واضح سي طارق، شنو هو الشيء اللي نجم يخليك تهبط الكيس؟ مظاهرة نتاع ناس متقدمة مثلا اليوم نريد الشعب يريد، مش الشعب يريد تتكلم باسمه انت، نريد انتخابات يوم 24 اكتوبر، المسجد السيسي عام لا يوم واحد اكثر نهبط، الطبقة الشغيلة ب 300 دينار و 320 دينار السميك ما عادش يعيش، نحبوا 20 نهبط، امور واضحة. اما ليه للنهضة باش نقولوا ليه للنهضة؟ ما قلنا لا لبن علي جبنا النهضة نجيبوش بشير الحامدي شو اسمه ليش من حامدي بعد دكتور ليش من حامدي كان نهبطوا على عدالة اجتماعية نهبط، على عدالة جهوية نهبط، مثلا على العدالة الجهوية اليوم الناس تسمع سيدي بوزيد ولا تكره سيدي بوزيد، علاه؟ لأنه اسم سيدي بوزيد استعمل في الثورة كهو كي لوجو، من الثورة فشلت ولينا نكره سيدي بوزيد ونكره سفاقسية، سفاقس ما تبش في تونس الآخر ما يعملش كهرباء، جهويات ضد الجهويات نهبط، تونس واحدة نهبط، هو الرسم هذا كله نهبط. ولكن اليوم احنا عباد صرنا كقطيع الغنم لأغراض شخصية، اللي يعمل في السياسة كل لأغراض شخصية مش لأغراض تونس. النهضة بيدها خذت الحكم لأغراض شخصية، قاعدين يتفشوا، قال لك 750 مليار تعويضات على شنو؟ على شديد الحبس، هكا خذت الحكم نيلسون مانديلا طلب تعويضات، انت سي جبالي باش تاخذ تعويضات عليه؟ انت اليوم رئيس حكومة يبنيولك في دار أكبر من القصر في كارتاج، شنو اللي تحب؟ إذا كان فما تعويضات الشعب التونسي كل يزمك تعوضه بما فيهم التجمعيين الكلنا ضحايا لبن علي. إذا كان تحب تطلب تعويضات أول ناس يستحقوا التعويضات بتاع الثورة هما الناس اللي ضربوا بما فرق في باب سويق، وقتاش نابد وقت نسيروا شعب نفهموا عليه طرق ذيابها بطل باب سويق وقت نولي ونفهموا السياسة، لانه النهضة ما تنجمش تهبط البسويق هبطت البوق نتاعها، يقولوا لي علاه ما تكلمش على طارق ذيب؟ توا طيحت مستواي لبن علي، انا نعتبر نفسي طيحت مستواي لبن علي، نزيد نهبط اكثر لطارق ذيب ترزمني سكوندير ما يعرفش يكتب كلمتين. وقت نفهموا شنو اللي تحت السياسه ونيو شعب واعي ونوعى وعندنا الامكانيات راهو وقت نتبع. أما باش نهبط كي ولات كيلوتية أي نهبط أي ديال نهبطش أي واش عملت كهبط وريت روحك، أعطيني المشاكل الصحيحة القطيعة الجهوية. نرجع لسيدي بوزيد باش نتكلم عليها نعمل لها خص، الناس مش فاهمة سيدي بوزيد وعلاه سكت عليها وقت الناس كل سكت عليها تو نتكلم. وسيدي بوزيد كيما القصري كيما جندوبة كيما سفيقس كيما جبس
احنا عملنا ثورة باش جابس يكملوا يشموا السم، لازمكم تفهموا انه 400,000 في جابس قاعدين يتسموا. هتلر ما عملش هكا شعبه، ونلوم على الجوابسية اللي ولاو زاد يحبوا على التشغيل. قبل التشغيل ما تسمنيش، وقتها نهبط. هاو الرسم، وقاعدين يقودوا فينا كالغنيم ديما نقولها لأغراض شخصية، فلان وفلان هاو صحيح. وقت نولي ونفهم على الزيتون ولا يظهر في التلفزة، هذاك بأوردر من عند غنوشي، تعرفوش عليه، ديرو تحرق. وباش يظهر بوشلاكة متثقف يتوريك زيتون للغنوشي باش تنسى نسيبه. قلت له ولف ماك نهبط، ما نهبطش. قال هيا باغ تيغ اون سكوش. نو نو نو، سي با سا لا ريفوليسيون. انا ثوري، ما ندعيش بالثورة، اما ثوري من الداخل، نثور على وضع تونس، على العقلية التونسية لتحرير التونسي. وقت نولي ونفهمه، وقت اللي سراق بن علي ولاهم مع النهضة يلزمهم يتحاسبوا ونهبط. هو صحيح. واضح. سي طارق، نحس اللي الكلام هذا خارج من صميمك، من قلبك. من القلب نتاع قلبي. واضح. من القلب نتاع قلبي يفيقوا. وقت نوليو شعب ما نسمعوش ناس الكوليك قالوا ضربونا في فرنسا بسكينة وجاب سيرتيفيكا ميديكال من عند طبيب تونسي بخمس ايام، قلوا شوف رئيس مركز يعطيه الستة اللي وقفوهم. قلت نحيو العاطفة نهبط لمصلحة تونس، مهمني في شيء. قلتها من هالأول، لا طمعي لي، ما عنديش طمع لا في مالكم لا في أعراضكم، ولكن ربي يقدر علي الثنية هذه نكمل للآخر. والسلام عليكم.